سميت الغالية اللي لا عرسها يجعل بيت العمر يا فاطمة يا زين طارق فيه من حسها خفت الروح بدمك ذايبة جوال 05-055-87-737 أو من خارج المملكة ودول الخليج جوال سميت الغالية اللي لا عرسها يجعل بيت العمر يا فاطمة يا زين طارق فيه من حسها خفت الروح بدمك ذايبة الحبيبة جدتها دوم تسأل عنها جمعت روحها تباشر بنات في وجه الغالية فاطمة أجمل البنات وتباريبها وأخلاقها من جدتها وأبوها ماخذة كلمها صلاحا ونها مع علمها وإذا حطت براسها علم التصلة يا لا 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 يا 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 جعله مبروك يجعل بيت العمر يا فاطمة يا زين طارق فيه من حسها خفة الروح بدمك ذايبة الحبيبة جدتها دوم تسأل عنها جامعتها وحالها وكيف هي ماشية وإذا قبلت علينا يا فرحتنا بشوفها وتباشر بانت في وجه الغالية فاطمة أجمل البنات سفينة أنت ربانها قائدة يا لا لا 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 ما يتم من عندها سميات جدتها الحكمة من ذيك العظيمة وارثة يا رب تستجيب